والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم أجمعين، أكرم خلق الله على الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نكمل التعليق على بعض حكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى بتوفيق الله، مستعينين به، مستفتحين برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث هو خزانة العلوم الاستفائية. فما من علم يعلم من علوم الحقائق والشريعة إلا وله مستمد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الديم صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت الله أعلم، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري، فتجلى لي كل شيء وعرف، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم. فكل عالم استمد العلوم هذه من اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صدق توجهه إلى الله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته وطريقته صلى الله عليه وسلم. فكلما صدقت في اتباعه وأخلصت في ذلك، علمك من الله سبحانه وتعالى من لدنه علما. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل بما يعمل بما من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. ويقول في القرآن: واتقوا الله ويعلمكم الله. ويقول أيضا: وعلمناه من لدنا علما. فالمسألة مدارها على التقوى، ثم تفتح بعد ذلك خزائن العلوم، حيث أن الإنسان مركب من روح وجسد، والروح أصلها نوراني لطيف لها تعلق بالله، فأصلها أصل فيه كثير من العلوم. فالروح بطبيعتها علامة دراكة، فلما اختلطت بالجسد وانتقلت من حال إلى حال طرأ عليها النسيان، فصارت تبتسم بالجهل فتحتاج لاكتساب العلوم. فإذا تحرر الإنسان من أدران الجسد والبشرية وتصفت روحه، تعود إلى ما كانت عليه من الإدراك والعلم الأصلي، حيث أن الله سبحانه وتعالى أخذ على بني آدم العهد وهم أرواح، فشهدوا له بالوحدانية وبالمعرفة، عرفوا الله، حتى أهل النار عرفوا الله وشهدوا له بالمعرفة، حيث كانوا أرواح في عالم الغرب. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. عرفوا الله حيث كانوا أرواح. فلما اختلطت الأرواح بصلصال الأجساد انتقلت من طور إلى طور، فنسيت كثيرا من علومها، فاحتاجت للرسل فاتبعت الرسل. فمن صدق في اتباع الرسل تصفت روحه، فعادت إلى ما كانت عليه من العلوم المعلومة لديها، فيعلمها الله ويفتح لها من خزائن العلوم بصدق الاتباع. ونماذج هذه العلوم التي فتحها الله على العباد حكم ابن عطاء الله. ما تجد رجل مثل ابن عطاء الله يأتي بكلمات كالحكم، تعد حكم يصعب ان الانسان عادي يكتب منها سطر واحد، ولكنها هي بتعليم الله له. لما صدق في التشريع في الشريعة وفي الطريقة والحقيقة صدقه الله، فعلمه مفهوم الشريعة والحقيقة والطريقة في ألفاظ معدودة عدها العلماء من الحكم. وحكمة اليوم تقول: لا تتعدى
نية همتك إلى غيرك، لا تتعدى نية همتك إلى غيرك. فالكريم لا تتخطاه الآمال، لا تتعدى نية همتك إلى غيرك. فالكريم لا تتخطاه الآمال، أي أن العبد في سلوكه إلى الله عليه ألا يتعلق أمله إلا في الله، ولا يتعلق همته إلا بالله، فيطلب من الله كل شيء الصغير والكبير، فهو مفتقر إلى الله في أكبر الأشياء ومفتقر إلى الله في أدق الأشياء، فلا يستغني عن الله طرفة عين، ويعلم أن الله هو الضار النافع الرزاق، بيده ملكوت كل شيء، يجير ولا يجار عليه، يحدث في الأكوان كل ما يحدث بمشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلما علم العارف ذلك تعلقت همته بأصل الهمم، وتعلقت همته بأصل العطايا، وتعلقت همته بالوهاب الرزاق، فعلقها بالكريم. والكريم هو الذي إذا لم يسأل يغضب، وإذا سئل أعطى أكثر مما سئل، وإذا حاتب يغضي الطرف عن الكثير. وهذه كلها صفات الله عز وجل. إذا حاسب العبد يوم القيامة يظهر له بعض أعماله لكل أعماله، فإذا أقر ستر عنه كثير من الأعمال الأخرى فلا يحاسبه تفصيلا سبحانه، وإذا حاسب بعض العباد تفصيلا يحاسبهم لأن تعلقت ذمتهم لديه بكثير من المساوي، فيجعل لومه لهم نوع من التصفية، حيث أنهم لم يصفوا نفوسهم في الدنيا فأراد أن يصفيهم حال حسابه سبحانه وتعالى. فلذا لا تتعدى نية همتك، والهمة هي القوة الباعثة على فعل الشيء، هي دي الهمة، الدافع، يسموه الدافع عند علماء النفس، موتيف ان انجلش، الدافع، الحاجة اللي بتزقك، الحاجة اللي تخليك عندك حماس تعمل الشيء، هي دي الهمة. إذا ارتبطت الهمة بالقصد مع الفعل تسمى نية، إنما طول ما هي عمل في القلب ولم يظهر على الجوارح يبقى همة، فإذا ترجمت إلى فعل وحركة صارت نية. فالنية هي القصد المطابق للعمل، والهمة هي القصد المتأخر عن العمل أو السابق له، واضح؟ فلا تتعدى نية همتك إلى غيره، أي لا تجعل نيتك في الأعمال سواء كانت أعمال قلوب وهي حركة القلب إلى الله بالمعرفة والتعرف والتخلية والتحلية، أو حركة الجوارح في أعمال الطاعات، لا تجعل هذه الأشياء كلها تكون إلا لله، لأنك لو فعلتها لغيره وكلك لغيره، وإذا وكلك لغيره فغير الله عدم، فتجد أنك وكلت إلى العدم فلا تحصل على شيء، فكل ما سوى الله باطل، ألا كل ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائله إلا نعيم الجنة بإذن الله. فلا تتعدى نية همتك إلى غيره في أعمال القلوب أو أعمال الجوارح. فالكريم لا تتخطاه الآمال، لأن الله كريم، فكيف تترك أملك يتخطى الكريم إلى اللئيم؟ كل ما سوى الله فيه لؤم. ليه؟ لأن أي مخلوق إذا قصدته لشيء وأدى إليك خدمة يؤدي إليك خدمة وفي باله نوع من المصلحة، لابد يبقى دي مصلحة ما هيحصل عليها، ولو تكن هذه المصلحة حسن السمعة بس، تكن مش شرط يعني هات وخذ. إلا الله هو الكريم يعطي بمحض فضله، انظر كيف يعطي الله سبحانه وتعالى للكفار فضلا عن عصاة المسلمين، يبارزونه بالكفر
علانية ليل نهار منذ خلق السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، وما زال يعطيه سبحانه، فيعطي كل شيء. الله سبحانه وتعالى أكرم الكرماء، انظر كم أعطى منذ خلق السماوات والأرض إلى الآن ولا تنفذ خزائنه سبحانه وتعالى، بل كل ما سوى الله إذا ألححت عليه بالسؤال يصدك. أما الله يحب من عبده الإلحاح لأنه كريم سبحانه. فإذا عرفت الله تجد أنك لا تستطيع أن توجه نيتك وهمتك إلا له سبحانه، لأن كل ما سواه لئيم. ولذا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله لم تتعدى نية النبي في لحظة من اللحظات عن الله أبدا، بل لما وقف الأرض كلها ضد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن رحمتك أوسع بي أو عافيتك أوسع بي، لافتقار المخلوق إلى العافية إلى عافية الخالق. فواجه الأرض جميعا بمفرده صلى الله عليه وسلم، لعلمه أن همته متعلقة بالكريم القادر القوي، ولم تتعلق همة النبي في لحظة إلا بربه، لأنه هو أعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم. ولذا من تحقق بحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع لا تتعلق همته ولا أمله ولا حاجته إلا بالله، وأخذه بالأسباب تعبدي، ولكن لا تتعلق همته وأمله بالأسباب، يأخذ بالأسباب تعبدا وافتقارا لا أملا فيها ولا اعتمادا عليها ولا توكلا عليها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أخذا بالأسباب، ولكن كان في نفس الوقت أكثر الناس عدم التفات إلى الأسباب في وقت واحد، فيأخذ بالأسباب ظاهرا والقلب متعلق بالله باطنا، يأخذ الدواء ظاهرا والقلب متعلق بالشفاء من الله باطنا، يمسك السلاح ويجيش الجيوش ظاهرا ويعلم أن النصر من الله باطنا، لا من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل غيره. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فلما كانت رمية النبي بالله رمى بعض الحصى كبشة من قبضة بشر يلقيها على جيش أكثر من 1000 مقاتل تصيب كل عيون الجيش بالعصار، لا يستطيعها رمية بشر أن يرمي قبضة تراب في جيش وجه جيش 1000 جندي الكل يمسح عينيه من تراب رمية النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن هذه الرمية كانت بالله لا برسول الله. كنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وعينه التي يبصر بها وأذنه التي يسمع بها. لما تحقق سيدنا عمر بن الخطاب بحقائق اتباع النبي الكريم وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، كشف الله عن سمعه وعن بصره، فسمع ورأى الجيش في الشام وهو على المنبر في المدينة. فهذا ليس بطاقة بشر، ولكن لما نظر بالله ولما تكلم بالله ولما سمع بالله صارت الأمور لا مكان ولا زمان ولا حوادث سبحانه هو القوي. فكل من تعلقت همته بالله صار أقوى من كل شيء، وكل من تعلقت همته بغير الله صار أضعف من كل شيء. فالإنسان خلق ضعيفا، ولكن متى يكون قويا بالله؟ خلق الإنسان لئيما، لكن متى يكون كريما بالله؟ خلق الإنسان كفور، إن الإنسان كفور، ولكن متى يكون
عالما عارفا مؤمنا متحققا بخلاف أوصاف الكفار بمعرفة الله عز وجل. فإن تعلقت همة العبد بغير الله تخلق بأوصافه الأصلية، صار لئيما كفورا ضعيفا، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. فلما رفع همته بالله صار كريما، صار صدوقا، صار قويا، صار مؤمنا عارفا. ولذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقرب عبدي إلي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل إلي. يبقى الفرائض تكون لله والنوافل تكون لله، لا لحظ النفس ولا لحظ البشر. فإن كانت خالصة لله يحبك الله، فإذا أحبك الله كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وعينه التي يبصر بها، إلى آخر الحديث المشهور المعروف المحفوظ، ولكن الصعب في التحقق به، لأنه يحتاج سلوك ويحتاج مراقبة ويحتاج تخلي من كل الصفات السيئة وتحلي بكل الصفات الجميلة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النموذج فيها صلى الله عليه وسلم. يقول شعر هنا عن سيدي إبراهيم التازي. سيدي إبراهيم التازي ده ليه صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته إلهاما، اسمها الصلاة التازية، صلاة على النبي اسمها الصلاة التازية، اللي احنا كنا قلناها لكم مرة، اللي بيقولت يا اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. صلاة التزية دي مجربة في الشدائد، لما تقولها في أي شدة تجد الفرج، مجربة. فسير إبراهيم التازي بقى ليه قصيدة بيقول فيها إيه في هذا المعنى، وهو تعلق الهمة بالله، وأن تكون همتك غير متعلقة إلا بالله، لا بنفسك ولا بكفاءاتك ولا بذكائك ولا بفهمك ولا بمنطقك ولا بأسرتك ولا بعشيرتك ولا بالناس حولك ولا بالأسباب التي حولك، ولكن النية تكون متعلقة بالله، والأمل يكون في الله، والاعتقاد أن الفعل من الله والثمر من الله. أما الأسباب فما هي إلا حجاب يتعبد به العبد المؤمن، وحجاب للكافر ينشغل به عن الله. فيقول: كمال الله أكمل كل حسن، فلله الكمال ولا مماري، وحب الله أشرف كل أنس، فلا تنسى التخلق بالوقار، وذكر الله مرهم كل جرح، وأنفع من دلال للأواري، ولا موجود إلا الله حقا، فدع عنك التعلق بالفشار، اللي هي القشور يعني. ثم بعد ذلك: إذا علمت كمال وجوده ورفعت همتك إليه فلا ترفع إلى غيره حاجة هو موردها عليه. يبقى من كمال الأدب الحكمة اللي بعدها متعلقة بها على طول. يبقى من كمال الأدب إذا تعرف الله عليك بتعرف جلالي أو جمالي فلا ترفع حاجة أوردها الله عليك إلى غيره. هل تشتكي الله؟ حاشا لله. فلا ترفع أي تعرف أورده الله عليك، سواء هذا التعرف كان جلالي أي قهري قوي، أو كان جمالي أي حسن بالعافية وسعة الأرزاق وغير ذلك، أو قهري بنقص الأموال. إلا يبقى تعلقت همتك بغيره، فناقضت المعنى السابق. واضح؟ فهي متعلقة بنفس المعنى. لا ترفعا إلى غيره حاجة هو موردها عليه. ثم يتعجب ممن يرفع حاجته أن يشتكي الله
من الأقدار إلى غيره من الخلق في أمل أن يرفع ما به من قدر الله إلى غيره، يتعجب يقول: فكيف يرفع إلى غيره ما كان هو له واضعا؟ فكيف يرفع إلى غيره ما كان هو له واضعا؟ يعني الله هو الذي وضع هذا الأمر، فازاي ترفعه لغيره؟ هل لغيره القوة في أن يرفع ما قدره حتى ترفع إلى غيره؟ هذا دليل على إيه؟ على انتماط البصيرة. يقول مثلا الشيخ أبو الحسن الشاذلي في بعض أدعيته: آيت من نفع نفسي لنفسي، فكيف لا أيأس من نفع غيري لنفسي؟ إذا كنت أنا آيست من نفع نفسي لنفسي، فكيف لا أيأس من نفع غيري لنفسي؟ ورجوت الله لغيري، فكيف لا أرجوه لنفسي؟ أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمي. فحقيقة الإنسان هكذا. ثم قال: من لا يستطيع، أنت لو حددت ترفع حاجتك إلى غير الله، هترفع إلى غير الله. إذا كان غير الله لا يستطيع أن يرفع حاجته عن لنفسه، فبيتعجب، فبيقول لك بعدها: من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه، فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعة؟ صحصح وفوق. إذا كان هو لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه، فكيف يكون لحاجة غيره رافعا؟ فوق وسط. بدل ما انت طول النهار قاعد تقول سيبنا فضفض، قاعد بتفضفض للخلق، تيجي تلاقي واحد بيشتكي تقول: يا اخي اهتمني افضفض. هتفضفض لمين؟ لشويه فقراء مساكين ضعفاء لا يستطيعوا ان يرفعوا حاجه عن انفسهم فضلا عن ان ينفعوك بشيء. تقلد باخلاق سيدنا يعقوب: انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. فلم يزيله امله ابدا ان يرفع الضر عنه وان ياتيه لاولاده مده 50 عاما لعلمه بالله وعدم ياتي من جمال الله. لعلمه بالله، لانه كان نبي والانبياء هم اعلم الخلق بالله. فمن لا يستطيع ان يرفع حاجه عن نفسه، فكيف يستطيع ان يكون لها عن غيره رافعه؟ أي من عجز عن إصلاح نفسه بنفسه لنفسه، فكيف يستطيع أن يصلح حاجة غيره لغيره؟ ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. سبحانه، إن يطلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. في أحقر من الذبابة؟ في أضعف من الذبابة؟ طب خلي الذبابة تقف في أمريكا، القوة العظمى، تقف هناك في البنتاغون على طبق عسل، وخلي كل أسلحة أمريكا تاخد نقطة العسل اللي خدتها الذبابة من الذباب، لجميع الأسلحة اللي أوتيت إليها، لا تستطيع. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. في أضعف من الذبابة، وفي أقل من فم الذبابة، وفي أقل وأحقر مما تأكله الذبابة، لا تستطيع أن تستنقذه منه. فكيف تستنقذ من هذا الجاهل العاجز الضعيف شيء أراده الله وقدره عليه؟ ولذا عليك أن تسكن للأقدار، تسكن للأقدار سكون الصابر إن كانت مرة، أو الراضي إن كانت غير مرة، أو المحب إن كانت محبوبة، فتتقلب بين الصبر والرضا والمحب، وتقابل التعرق الجلال القهري بالجمال الباطن فيه، لأن صفات الجلال
لا تمنع صفات الجمال في آن واحد. فالله جميل جميل في كل لحظة، فيأتي بالقدر الجلالي ومعه الجمال في آن واحد. وعشان كده الناس حتى العوام يقول لك ايه، يقول لك ربنا قدر ولطف، اي قدر الجلال ولطف بالجمال في آن واحد. فإن لم ترى الجمال انظر إلى المآل، يعني مستقبل الشيء. فإن جاء القدر الجلالي ولم ترى ما فيه من لطف وجمال، فانظر أن الله سبحانه وتعالى في المآل في المستقبل بالصبر على هذا الجلال يعطيك الثواب العظيم، ويرفع يرفعك الدرجات الكبيرة، ويطهرك مما فيك من ذنوب. يبقى تخلله الجمال، إن لم يتخلله الجمال حقيقة حسا في الواقع الآن فيتخلله في المآل، أي عند لقاء الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فاهم؟ وهذا هو، هذه هي طريقة العارفين في استقبال التعرفات الجلالية، يستشعر لطف الله فيها، فإن لم يره استشعره في المآل فرضي وصبر وأحب قدر الله فيه. واضح؟ ثم يقول: إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه، الله سبحانه وتعالى رؤوف لطيف رحيم جميل جليل عظيم نافع باسط، فلم تحسن الظن به من أجل وصفه. فإن لم تستطع ولم تكن من أهل المعرفة وكنت من أهل الحجاب، أي لم ترى الجمال في الجلال لأنك لست من أهل المشاهدة ولكن ما زلت من أهل السلوك والحجاب، فحسن ظنك به لأجل معاملته معك سابقا. لو أنت مش شايف لطف الوقت ليك في القدر النازل عليك منه، تذكر كيف لطف بك دون أن تسأله سابقا. هل سألته أن تكون مسلما أصلا؟ ومن أكبر النعم نعمة الإسلام، لم تسأله، أعطاك الإسلام دون أن تسأله، لطف بك في هذا. هل سألته أن تتربى وسط أبويك ويحافظ لك على عمرهما وقوتهما حتى تصير شابا يافعا ويكرس لهم لك حياتهم لك؟ هل نظرت إلى هذه الأشياء؟ هل نظرت إلى الله كيف له أيادي لك منذ أن أوجدك وأنت في بطن أمك إلى هذا الوقت الذي جاء عليك القدر الجلالي الذي لا ترى فيه أصل الرحمة؟ فإذا لم ترى أصل الرحمة الآن، فتذكر معاملته لك سابقا لتحسن الظن به لاحقا. ولكن أهل التعرف وأهل المعرفة يروا في كل لحظة أصل الجمال متخلل مع الجمال في آن واحد، فلا ينظر أصلا إلى الخلق، ولكن باستمرار نظره إلى الله. تعلق نظر العارف بعالم الجبروت فنظر إلى عالم الأمر فوجد أن كل ما يأتي من الله خير، وتعلق نظر السالب بالملك، فلما تعلق بالملك حجب بالملك عن المالك سبحانه. فعليه في هذه الحالة أن يتعرف على آثار رحمته فيما قدره في الملك في الظاهر دون أن يرى أثر الرحمة والجمال، لأنه من أهل السلوك والحجاب، فيما مضى من عمره، فينظر إلى الخلق. إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه، لأن صفات الله لا تتعطل. العارف بالله يرى الجمال والجلال في آن واحد، لا تعطل صفة أخرى، يجده وهو شديد الانتقام غفور رحيم في آن واحد، لا تعطل صفة. فالصفات لا تتعطل في أي لحظة من اللحظات. فالذي يرى الله الفاني في الصفات لا يحتاج إلى أن ينظر خلفه فيما سبق من أفعال، فهو يرى الصفات كاملة وعاملة في كل لحظة. إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه فحسن ظنك به لأجل معاملته معك. فهل عودك إلا حسنا؟
فهل عودك إلا حسنا؟ وهل أدى إليك إلا مننا؟ فهناك الخواص وهناك العوام من المؤمنين. فالخواص بنوا في صفات الله عز وجل فيروا الصفات فاعلة في كل لحظة، أما العوام فبنوا في الأفعال فلا يرون الصفات ولكن يرون الأفعال الواقعة عليهم ولا يرون الصفات. فإذا كنت من أهل الفناء في الأفعال من العوام، فهل أدى إليك سابقا إلا مننا؟ وهل له عليك إلا أيادي حسنة منذ أن أوجدك؟ فلما تيأس من رحمته الآن؟ أقامك في العافية 40 عاما، كتب عليك المرض عام أو عامين، فلما تيأس من رحمته الآن؟ فعليك أن تعرف أن ما كتبه لك الآن هو عين المنة، ولكن لا تعلم أنت الحقيقة. فعليك أن تنظر للأمور بحقيقتها، حيث أنه أقامك في دار الأقدار، ولا يأتي في هذه الدار إلا الأقدار. فإذا جاءت ما يليق بوصفها فما لك تيأس منها، وصف نفسك أنك في دار الأقدار، دار النكد. فلما يجي فيها أي نكد فده العادي بتاعها، يوم ما يكتب لك شوية سعادة اعرف ان ده مكتب، لكن الأصل هي دار نكد. الأصل كده، الدنيا دي دار نكد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، هي نكد. انت بقى مش عايزها نكد، عايزها حلوة على طول، فيجي النكد ما تستحملش، مسكين ما استحملش نقلوه العناية المركزة، مسكين ما استحملش تشلم، مسكين ما استحملش مد السكن، لانه مش موطد نفسه ان هو في دار الاقدار. ده هو عايز استمرار في زيادة، عايز استمرار في نعيم، عايز استمرار كل صدقة يعملها كده، عايز استمرار كل عيل يخلفه يطلع من الناس الصالحين، عايز استمرار كل زوجة يتزوجها تبقى احسن الناس، عايز استمرار كل بيت يبنيه يبقى اوسع بيت واحلى بيت، كل عربية يشتريها تبقى احسن عربية، كل فهم يفهمه يبقى هو احسن فهم، او انتبه مش فاهم حاجة. ربك قال ولا نبلونكم بشيء من الخوف، ربنا نبهك وفهمك. اذا كان ربنا فهمك يا اخي، هو ربنا قال ان انا هدلعك في هذه الدار ولا قال انا هدلعك في الجنة؟ قال الدار دي انا هبتليك فيها، قال هبتليك. ولا نبلونكم بشيء من الخوف، لازم هيخوفك شوية وهيجوعك شوية، ان لم يكن جوع حسي فجوع معنوي، انك انت تتعلق باشياء ولا تحصل عليها تبقى اسمك جوعت برضه. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، لازم برضه البضاعة بتاعتك تبوظ شوية، تركب الاتوبيس تتنشل، تخش في مشروع ناس تنصب عليك وتاخده، تحط فلوسك في الريان تتاكل، واحد يبقى عنده مصنع يتحرق، وهكذا. هي كده ربك قايل لك هيحصل لك كده، هو ما خدكش على بغتة، ربنا من كرمه اعلم هذا، وقال لك بعد ده كله لو صبرت بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. فهمت المسألة؟ فلا تتوقع في دار الاقدار الا الاقدار. لكن احنا للأسف بقينا في جيل منحوس، كل واحد عايز اول ما يتجوز يتجوز في شقة كبيرة طبقتين، يسموها ايه طبقتين؟ مستويين، مستويين، ويجي يخش على الشقة المستويين يلاقيها معمولة مثلا بالسيراميك يقول لا انا هعملها بالجرانيت، يروح مكسر الجرانيت، بعد شوية يقول لك اصل البورسلين طلع احلى، طلع بعد البورسلين موضة ثانية، يروح مكسر. هيعيش فين؟ قاعد طول النهار يكسر ويكسب ويكسب ويحطه في التراب، ويشتغل ويرهق نفسه ويحطه في التراب، ويبيض ويعمل ويغير طقم الحمام ويتغير طقم اوضه النوم ويغير مش عارف ايه، فاهم ان السعاده هي في الرياش، دوخ نفسه وتعب نفسه ويفضل طول عمره يلهب وما يحصلش على حاجه مكتوبه. لكن الصحابه ما كانش فاهمين الدنيا بهذه الصوره. الصحابي اللي فهم الدنيا على حقيقتها ان كل ما تلقى التراب تراب، دخل على كسرى ونشروان بالسيف بتاعه والفرس وماشي يجري بالسيف بتاعه وهو ماشي في ايه؟ في السجاجيد الايراني الشيرازي اللي السجاده منها تساوي 100,000 جنيه، هو مش عارف قيمتها اي حاجه على الارض يا عم، ايه البتاع وماشي بالسيف بتاعه يجري فيه مش فاهم قيمتها، اعرابي.
وجاي يكلم كسرة يقول له إن الله ابتعثنا. شوف بقى القوة، ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العالمين، وأخرجنا من ضيق الدنيا إلى تعة الدنيا والآخرة. أنت عايز هنا في السجاد والكلام، فإحنا شايفين ده هو يبني. لكن الساعة الحقيقية هي معرفة الله عز وجل. فهمت المسألة؟ إنما أنت مسكين عايز الشقة المستويين، وعايز العربية لآخر موديل، وعايز العروسة اللي هي أحلى عروسة، وفي الآخر تفهم من ده كله. تلاقي في الآخر لما تحصل على ده كله مش هو دي السعادة. افهم، ربنا يفهمنا. فيبقى الناس نوعين، ناس ترى الصفات عاملة في كل لحظة، دول الخواص يروا صفات الله في كل لحظة، الجلال معه الجمال والجمال معه الجلال في آن واحد، فالكل داء ودواء في آن واحد. الغني غنى داء ودواء، والفقير فقره داء ودواء، العتي عافيته داء ودواء، والمريض مرضه داء ودواء. حاجة غريبة أوي. ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. فالله سبحانه وتعالى إذا أعطى الغني المال، إن لم يستخدم المال في الوصول إلى الله صار هذا المال داء، وإن استخدمه للوصول إلى الله صار دواء. والفقير إن صبر على فقره ولم تتعلق همته بغير الله، ولم ينظر لما في يد الغني وقنع بما أقامه الله فيه، صار الفقر له دواء. وإن لم يقنع بفقره وتعلقت أماله بالعباد تلطم على البيوت، وصار الفقر له داء. فهمت؟ وكذلك المريض إن نظر لمرضه أن الله سبحانه وتعالى يكتب له بكل أنة تسبيحا، وبكل سهر مع الألم أجر قائم الليل الذي لا ينام، ويكتب له وهو مريض ما كان يفعله وهو صحيح مقبول، وإن كنت فعلته وأنت صحيح فهو معلول. فإذا مرض الإنسان يكتب الله ما كان يعمله صحيحا مقبولا، فينظر المريض للمرض أنه عين العافية وعين الترقي وأنه راحة. اتزحلق في قشرة موز اتكسر، قالوا له اقعد شهر ونص في الجبس في البيت، يبقى مبسوط وفرحان، لأنه قال يا سلام الشهر ونص ده الخمس أوقات مكتوبة لي في الجامع ومقبولة، وقاعد هو بيصلي وهو قاعد هناك بتسلطن في البيت وياخد ثواب الجماعة، لأنه عامل الله، تلقى الأمر من الله ورضي عن قضاء الله وقدره، فكتب له ما كان يعمله صحيحا سليما مقيما مقبولا. شفت الرحمة؟ ساعتها المريض لا يتمنى إلا المرض، وساعتها الصحيح لا يتمنى إلا الصحة، وساعتها الغني لا يتمنى إلا الغنى، والفقير لا يتمنى إلا الفقر، فأقام العباد فيما أراد، فيصير كل إنسان يرضى بما أقامه الله فيه. فيبقى كل إنسان كده عارف بالله ده أولي. فهمت؟ ما هو الفرق بين الجهول وبين الولي، إن الجهول مش عارف ربه، إنما الولي عارف ربه، فيجد الله في كل شيء، ويعرف الله في كل شيء، ولا يكتب الله في أي شيء، ولا يتعلق بغير الله للحصول على أي شيء، فهو صار عبدا لله، بالمفهوم بالحقيقة صار عبدا لله، يسيره كيف شاء، فالعبد لا إرادة له ولا اختيار مع مالكه. فإن كنت عبدا لله فتسلب الإرادة والاختيار والقدرة والسمع والبصر، صفات الربوبية التي وضعها الله فيك، فتصير إرادتك هي إرادة الله، وقدرتك هي من عند الله، وسمعك بالله وبصرك بالله. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على صورته، من حيث أن الله مريد والإنسان له إرادة، من حيث أن الله سميع والإنسان يسمع، من حيث أنه بصير والإنسان يبصر، من حيث أن الله قدير والإنسان له بعض القدرة. فلما صارت فيك بعض صفات الربوبية، فإن تخلقت بصفات الربوبية فيك وقنعت بما قسمه الله لك من هذه الصفات واعتمدت عليها وكلك لنفسه وأنت كلك عبد، لأن هذه الصفات ليست ذاتية فيك ولكنها من الله، وليست ذاتية من الله، فإن تعلقت بها وجدتها هواء عدم ولا حاجة، إنما أتيتها على علم عندي. فلما تعلق بقدرته وخبرته
الله سبحانه وتعالى لم يكن له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا بالمعرفة والافتقار إليه وكمال الفهم عن الله لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الظالمون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أي العارفين بالله المستسلمين لأقدار الله الراضين بأحكام الله الفانين في صفاته أو أفعاله فلا فعل لهم ولا صفة مع صفة الله فصاروا عبيدا لله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فإذا سألوه يعطيهم وإذا طلبوه يعطيهم وإذا استعاذوا به يعيذهم لأنهم صاروا عبادا خلص لله. فهم؟ السنة بجيب الحكم المتعلقة ببعضها ورا بعضها علشان ما أقدرش أعيد كل يوم وأجيب فأنا آخذ حكمة بقى متعلقة بالموضوع الكافي ونقوم نصلي. أستمت وقعت وعي ناس فاضية تعملي إيه ده؟ فبيقول العجب كل العجب ممن يهرب مما لا انفكاك له عنه ويطلب ما لا بقاء له معه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فبيتعجب كل العجب من تسارع الناس والحصول على ملذاتهم الدنيوية أو ملذاتهم القلبية. فالملذات الدنيوية في الشهوات المآكل والمناكح والمشارب والملذات القلبية حب الجاه والظهور والشهرة والسيطرة والانتقام والقهر وغير ذلك. وكل هذه الأشياء كلها متعلقة بالدنيا والدنيا فانية. هب أن الله أعطاك كل ما تطلبه الآن ثم بعد ذلك سلبت الدنيا وانقضت الدنيا ماذا استفدت؟ لم تستفد شيء. فلذا يقول العجب كل العجب ممن يهرب مما لا انفكاك له عنه يهرب من الآخرة اللي هي لابد حيروح ويهرب مما يجعله سعيد في الدار الآخرة اللي هي باقية اللي هتستمر معاه ويطلب ما لا بقاء له معه اللي هي الدنيا. قاعد كل النهار بيلهث في الدنيا عايز وعايز 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 وعايز. طب ما انت حسبها حسبها خلاص بعد شوية هيكبروا عليك أربع ويهيلوا عليك التراب والشوية دي ممكن تبقى بعد لحظة. يعني في واحد صلى معانا صلاة ختام القرآن الماضي 15 ليلة 15 رمضان وصحيح معاك صحيح معاك ليس مريض فجر نفس يوم الختمة دي صلى في مسجد آخر ومات والله ده اللي حصل. فالموت قريب قوي. تفتكر الجدع ده الله يرحمه لما حضر معانا الختمة كان متصور ان دي اخر عيشة هيصليها وان دي اخر تراويح هيصليها وان ده اخر رمضان هيجي عليه. راجل في شبابه عادي في منتصف العمر 45 سنة 46 ما يوصلش 50 من عمره يعني من الجيل بتاعنا يعني. فتصور انت ان الموت قريب قد ايه. فانت قاعد بتلهث في الدنيا وعندك امل طويل قوي يا اخي ليه كده؟ ليه كده يا اخي؟ انت بصيرتك ليه مضلمه كده مش صح ده؟ وعشان كده هو نفسه بيتعجب. سيدك ابن عطاء الله نفسه بيتعجب منك واللي انت عامله في نفسك. فبيقول العجب كل العجب ممن يهرب مما لا انفكاك له عنه القبر والحساب والاخره والوقوف بين يدي الله لا انفكاك له عنه. فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ هتروحوا فين؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. فروا إلى الله. هتروح أنت فين؟ مهما كتبت كل حاجة، هب إنك كتبت كل حاجة، حتى بيقول لك هنا في شعر بيقول إيه؟ هب الدنيا تساق إليك عفوا، يعني جات لك كده حظ يا نصيب، قالوا لك قالوا أنت كتبت الدنيا، مبروك، تعالى اتصل برقم كذا هنديها لك. عفوا بدون مجهود. قابلك طارق علام في ذهب ذهب وقال لك مش الدج ليه ذهب بعد ما طلع روحك وسألك سؤال غريب متحور
لا ده ادهالك كده عبده، مش ادهالك بقى جنيه ذهب يا عم، ده ادهالك الدنيا. قال لك احنا هنخليك تحكم الارض وتملك الارض، مش تحكمها دون ان تملكها، لا ده انت تملكها وتحكمها. هب تصرف، هب الدنيا تساق اليك عفوا، اليت مصير ذاك الى زوالي، وما دنياك الا مثل ظل اظلك ثم اذن بارتحالي. ده انت يا ابن الناس اول ما هيقول لك انت الدنيا بتاعتك بقت بتاعتك هيجي لك سكته قلبيه من فرحه وهتسيبها، فانت برضه هترتحل هترتحل. يعني انت قاعد مرحوم، قاعد ميت حقيقي، احنا كلنا اموات دي الحقيقه، لان متعلقين باشياء ميته فنيه. وعلشان كده بيقول العجب كل العجب ممن يهرب مما لا انفكاك له عنه ويطلب ما لا بقاء له معه، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الشيخ ابو الحسن الشاذلي بيقول ايه؟ عمى البصيره في ثلاث، ارسال الجوارح في معاصي الله، يعني انت تشوف اعمى البصيره تعرفه بثلاث علامات. لو كانت فيه تعرف ان بصيرتك عميانه، فتحها بقى فتحها بقى علشان يخترقها شعاع البصيره، ثم تفتح تصبح في عين البصيره، ثم تبحلق تصبح في حق البصير، حكمه الباب. فهمت؟ فبيقول عمى البصيره في ثلاث، ارسال الجوارح في معاصي الله، والطمع في خلق الله، والتصنع بطاعه الله. هي دي الثلاثه دي عمى البصيره في الثلاث حكم. دول ناس كانوا حكماء، ربنا القى الحكمه في قلوبهم، تلاقي كلامهم كده حكم. عمى البصيره في ثلاث، ارسال الجوارح في معاصي الله، والطمع في خلق الله. الامام الشافعي يقول ايه؟ علمت ان القناعه راس الغنى، فصرت بابيالها ممتثل، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمس، فصرت غنيا بلا درهم امر على الناس شبه الملك. لا طمع كده ولا طمع كده ولا حتى امل كده، بسيط. انما تصور انت عايز تبقى عضو مجلس الشعب، تعمل ايه؟ تلف على كل بيت وتتحايل على، ما تنسوش الصوت ده، تنسوش مش عارف ايه، وترجي في الخليج تعمل كده وتطبطب على ده وتتحايل على ده، املك في الناس. فهمت ازاي؟ المناصب. فيبقى كل عملك للمناصب، فطمعت في الخلق. ومش كده وبس، ولما انشغلت بالخلق وطمعت فيهم، انشغلت الجوارح عن طاعه الله فانشغلت بمعاصي الله. لان اما الطاعه يا في غفله. انت يا الطاعه يا في غفله، والغفله نوع من المعصيه. فهمت؟ ثم بعد ذلك اذا طلقت الحق الذي هو لا انفكاك له عنه، وتركت الدنيا التي هي سوف تنفك عنها وتنفك عنه، عليك ان ترحل الى الله. فلما تيجي بقى ترحل الى الله، ارحل الى الله فعلا، ما ترحلش من كون الى كون. قول انا هرحل الى الله بقى علشان تحصل لي الكرامات، وعلشان اشوف حور العين، وعلشان اتمتع بزخارف الجنه. فرحلت من الاكوان الى الاكوان مسكين، رحلت من كون الى كون، ولم ترحل من الاكوان الى المكون، فلم ترحل من الاكوان الى الله، ولكن رحلت من كون الى كون، رحلت من ملك الى ملكوت، والكل اكوان والكل سوى الله، وكل ما سوى الله باطل. فتاتي الحكمه التي نقولها ان شاء الله غدا باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك.